السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. اليوم جولة في الدانوب وعروض قوية جدا جدا جدا. الدانوب بيضرب كل الأسواق بعروض بصراحة، يعني كلها زي ما احنا شايفين كده. ريال 95 هرلة. هنشوف المنتجات اللي هي نازلة. البرتقال العصير ريال 95 هرلة. وهنشوف بقى مع بعضنا كله. هو نازل على البصل والطماطم بريال 95 هرلة، والبصل ب95 هرلة، وبرتقال العصير بريال 95 هرلة، والبطاطس بريال 95 هرلة. شايفين أجمل حاجة في العروض النهاردة، الناس بتشتري وهي فرحانة جدا، محدش مصدق العروض دي بصراحة في ظل ارتفاع الأسعار الأيام ديت. محدش مصدق العرض يعني. احنا زي ما احنا شايفين هنشوف كل منتج لوحده. هنا البطاطس بريال 95 هرلة بدلا من 4 ريال 95 هرلة. دي البطاطس. شايفين برضه هنشوف الطماطم والخيار. العروض دي لمدة 3 أيام، من يوم 19 إلى يوم 21. دي الطماطم نازلة من 9 ريال لريال 95 هرلة. عروض قوية جدا جدا جدا. الدانوب عامل عروض حلوة جدا. لازم تكون عضو في برنامج الولاء عشان تاخد العروض دي، وسهلة جدا. هتروح عند الكاشير تسجل رقمك، لو انت مش موجود هيخليك عضو في برنامج الولاء. ده الخيار بريال 95 هرلة. احنا بنشوف العروض فقط. في عرض قوي جدا على البصل، وبصراحة البصل كله جميل، يعني مفيش بصل بايظ او بصل كده. بصل احمر جميل جدا. العرض نازل ب95 هرلة بدلا من 4 ريال. ده عرض البصل. واحنا شفنا عرض شوف الطماطم، كميات كبيرة كمان جايبينها، كميات كبيرة جدا زي ما احنا شايفين مع بعضين. والبطاطس برضو كميات كبيرة، ودي كميات البرتقال، كميات الطماطم زي ما احنا شايفين مع بعضينا. في من العروض برضو اللي هي الاسبوعية، العرض اللي نازل 4 ايام. في عروض نازل 4 ايام برضو، اللي هو الفلفل الرومي نازل ب4 ريال 90 هرلة، سعر حلو جدا برضو. دي الطماطم. وفي عرض حلو جدا برضو من العروض اللي هي نازلة في الاسبوع، اسبوع كامل، اللي هو هنا طبعا مفيش عروض على المانجا كلها مفيش عليها عروض. في عرض حلو جدا برضو على الموز، ده نازل لمدة اسبوع، عرض اسبوعي نازل ب2 ريال 95 هرلة، عرض لمدة 4 ايام. اسبوع لمدة 4 ايام نازل ب2 ريال 95 هرلة. برضو هنشوف معاكم اللي هو البرتقال ابو سرة، البرتقال المصري ابو سرة، نزل عرض برضه حلو جدا ب2 ريال 95 هرلة بدلا من 8 ريال. ده اللي هو البرتقال اللي هو ابو سرة. نخلي بالنا فيه برتقال ابو سرة ب3 ريال، والبرتقال اللي هو العصير نازل، برتقال العصير نازل بريال 95 هرلة. في برضو الكنتالوب او الشمام نازل ب95 هرلة لمدة 4 ايام. انا عايز انقل لكم الصورة زي ما انا شايفها. الناس والله فرحانة جدا 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 بالعروض، وبتشتري بفرحة كده حلوة جدا. ما شفناش العروض دي من زمان، لدينا فترة. ده عرض الشمام نازل برضو، عرض لمدة 4 ايام، والكمية خالصة، بس هتيجي كميات تاني ان شاء الله. احنا لسه في بداية اليوم، والعروض دي مستمرة لمدة 4 أيام، اللي هو الشمام ده 4 أيام، لمدة 4 أيام. والعروض اللي نازلة بتاع برنامج الولاء دي نازلة يوم 19 الخميس، ويوم الجمعة 20، ويوم 21 اللي هو السبت.
دي البطاطس، عرض البطاطس، البطاطس نازل الكيس، الكيس ب6 ريال، الكيلو بس 1.95 ريال. هلا ده عرض لمدة 4 أيام. شوفوا البطاطس بقى، بطاطس حلوة جدا جميلة، ونازلة ب1.95 ريال. هلا بس عايزين برضو نقول للناس كلها ان الخصم بيكون عند الكاشير لما بتدي له رقم الجوال، عشان في ناس بتقلق لما في ناس بتقلق لما بياخد السعر الاصلي. هو بيديك السعر الاصلي هنا زي الحركه بتاع العصير بالظبط، زي حركه العصير. شايفين كميه الطماطم، الطماطم حلوه جدا، كميه كبيره جدا موجوده، لان العرض طبعا لمده 3 ايام، ومن المتوقع ان في ناس كتيره جدا هتيجي النهارده، لان لسه العرض نازل النهارده ولسه الناس عارفه، يعني مفيش ساعه. فطبعا ده العرض، ده العرض اللي موجود، العروض اللي موجوده لبرنامج الولاء في قسم الخضار والفاكهه. في برضه العرض اللي هو لمده 4 ايام، اللي هو التوم، التوم نازل هنا ب2.95 ريال لمدة 4 أيام، كيس التوم، عروض قوية جدا. شايفين البصل، ناس بتنزل البصل، والبصل على فكرة حلو جدا، كله حلو، مفيش بصل بايظ، يعني مفيش بصل بايظ، البصل كله كويس، حلو جدا، بصل جميل وسعره كويس، مفيش بصل بايظ، يعني حاجات جاية طازة ولسه جاية النهاردة. احنا كده شفنا البصل نازل 95 هللة، نقول العروض كده مرة تاني، البصل نازل 95 هللة، والطماطم ريال 95 هللة. شفنا الطماطم، في الناس اللي بتسأل على ورق العنب، ورق العنب هنا الصندوق نازل برضو ريال 62 هللة. الورق العنب اللي هو الجاهز الفريش ده، في نوع مكتوب عليه هنا، بس هو حسب الوزن، يعني هو الكيلو 24 ريال، الكيلو 24 ريال 95 هللة، على زي بقى الصندوق ما يطلع 12 ريال 15 ريال. ورق العنب دايما يكون خفيف. يعني في برضو من العروض اللي هي نازلة لمدة أسبوع، لمدة 4 أيام، اللي هو الملفوف، الملفوف الأخضر، الكيلو بريال 95 هللة. ده من العروض اللي هو 4 أيام، في عروض 4 أيام، وفي عروض لمدة 3 أيام. عروض ال3 أيام دي اللي هي برنامج الولاء. شايفين التوم، كيس التوم ب2 ريال 95 هللة. شوف مع بعضينا برضو العروض اللي هي نازلة لمدة 4 أيام. الموز هنا، الموز نازل ب2 ريال 95 هللة. دي طبعا البروشور بتاع، احنا طبعا عملنا فيديو للبروشور كله. الموز نازل اهو، الخص لكم كده عشان نختم بقى معاكم، الموز نازل ب2 ريال 95 هللة. الحاجات اللي هي نازلة لمدة 4 أيام، الكنتالوب او الشمام، الشمام نازل بريال 95 هللة، الشمام نازل بريال 95 هللة، الملفوف بريال 95 هللة، عصير البرتقال العصير نازل النهارده بريال 95 هللة، وهنا نازل ب2 ريال 95 هللة، يعني بعد 3 أيام هيرجع لسعره الأصلي. ودي برضو باقي الأسعار، الفلفل الرومي، الكيوي، التفاح، الزنجبيل، الكيس البطاطس، التوم. دي العروض اللي هي 4 أيام، عروض حلوة جدا. في الدانوب كل الناس اللي محتاج للحاجات اللي نازلة دي يجي الدانوب، كل فروع الدانوب، كل فروع الدانوب لمدة 3 أيام، من يوم 19 اللي هو الخميس النهاردة إلى يوم السبت اللي هو يوم 21. كميات كبيرة جدا زي ما احنا شايفين، محدش يستعجل. وبرضو ننصح الناس ان انت تاخد الكمية اللي انت محتاجها عشان ما تاخدش حاجات تبوظ عندك. انتوا عارفين ان الخضار والفاكهة الحاجات دي ما بتقعدش، فانت تاخد الحاجات اللي تكفيك عشان برضو الناس تلحق كلها تاخد
كميات كبيرة زي ما احنا شايفين، الطماطم كتير والبصل والبطاطس، الناس كلها فرحانة، حاجة حلوة جدا. الناس كلها بتقول الدانوب أول مرة يعمل كده، الدانوب بيقلد العسيم، ولكن أنا من زمان بعمل جولات في الدانوب. الدانوب ده يا جماعة سوق كبير جدا، سوق كبير وناس بتعمل عروض حلوة. الحاجات اللي بتنزل عروض بتكون عروض فعلا موجودة وكميات كبيرة زي ما احنا شايفين، شايفين الكميات كبيرة جدا، والناس كلها بتاخد الحاجات اللي انت عايزها، هو مش محدد لك حتى كمية يعني. اتمنى تكون الناس كلها استفادت وكل الناس عرفت العروض. اتمنى تشتركوا معنا في القناة وتتابعونا يوميا، كل يوم في جديد عندنا. تدعمونا باللايك والشير وتكونوا موجودين معنا دايما. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.